فوائد الخوخ للبشرة. الخوخ هو نبات ينتمي للفصيلة الوردية، ذو نواة واحدة يتميز بشكله الكروي والبيضاوي. أزهاره ذات لون أبيض وردي تكسو طبقته الخارجية طبقة بيضاء مغبرة تعطيه اللون الأخضر المائل للأزرق. هي عبارة عن طبقة شمعية يطلق عليها الطبقة الذروية الشمعية، وتسهل إزالتها بغسلها جيدا بالماء. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الإشتراك بقناتنا صحتك في دقيقة وتفعيل زر الجرس يصلك جديدنا. فوائد الخوخ: يوازن من معدل ضغط الدم بالجسم، يكافح أمراض القلب وتصلب الشرايين لتواجد البوتاسيوم فيه، يقوي من عمل الجهاز الهضمي، يسهل من عملية الهضم ويقي من الإمساك لاحتوائه على الألياف، يحمي العينين وأنسجتها، يقي من الإصابة بالعشاء الليلي لوجود مادة البيتا كاروتين فيه، يقلل من احتباس السوائل بالجسم، يشجع دور كل من الكلى والمثانة والكبد لأداء وظائفهم، يفيد الأطفال لوجود عدد كبير من المعادن والفيتامينات فيه التي تسهم في نمو الأطفال وتقويتهم، ينشط الدورة الدموية في الجسم، يعالج مشاكل الجهاز التنفسي والتهابات الشعب الهوائية، يقوي العظام لتواجد مادة البورون التي تسهم بامتصاص الكالسيوم في الجسم مما يحافظ على صحة العظام، يطرد الديدان من الأمعاء، يكافح سرطانات الغدد والأنسجة الطلائية لغناه بفيتامين A، يقلل من الوزن الزائد لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء وحجم سعرات حرارية منخفض. فوائد الخوخ للبشرة: يقي البشرة من الجفاف ويكسبها ترطيب لاحتوائها على أحماض ألفا هيدروكسي ونسبة عالية من فيتامين ألف وجيم، يقلل من أعراض الشيخوخة المبكرة للبشرة من ظهور التجاعيد لغناه بالمواد المضادة للأكسدة ومنها مادة الفيتونيوترينت، يعتبر كمقشر طبيعي للبشرة عن طريق مزج لبه المهروس مع القليل من السكر ومن ثم مباشرة استعماله على البشرة، يخلص من الحالات السوداء، يمنح البشرة اللون الوردي المستحب لغناه بفيتامين سي وA، يقي البشرة من أضرار أشعة الشمس. وصفات للبشرة: إكريم طبيعي للبشرة الجافة، يتم ذلك بإحضار حبة من الخوخ وهرسها ومن ثم مزجها مع ملعقتين من الزبادي حتى يصبح الخليط متجانسا، ومن ثم وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة ومن ثم شطفه بالماء. إن أعجبك هذا الفيديو من صحتك في دقيقة فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.